شيلاء سبت نقول ألف مبروك. ألف مبروك على هي إشاعات بررينها بأنها إيه أنها لا أي زواج. يقولون سمعنا بالمواقع أن أنت تزوجتي من زميل، نوجه له تحية بدر الزيدان. لا أوجه له تحية بس لا ما في زواج ولا في شيء. ليش أضحك؟ خالد جميل ترى أوكي هم آخر مرة خذوا موضوع الضحك ترى موضوع محرج إنه هو شلون بلش؟ شلون بلش؟ والله ما أدري. ليش أضحك؟ كنا نصور. لا تدرين شو أدري؟ والله ما أدري شكله كان موجود معاكم. لا قاعد أصور مسلسل ياو صورونا بال يعني صورونا بالأثناء التصوير يعني حتى الصور اللي طلعت على المجلة ما كانت صور يعني بروفيشنال حق مجلة يعني كانت صور بلوكيشن يعني كنا حتى بثياب الكاركتر يعني بثيابنا مال تصوير وشي صورونا احنا ما توقعنا بتطلع على الغلاف هل سيتزوجان. اول عنوان كان حق المسلسل اول فعلا في المسلسل احنا بنتزوج بالمسلسل بس بعدها الناس اليوم حلقت كل المسلسلات نهايات كل عرفنا السالفة بتزوجان بالمسلسل عفوية بسرعة تنشت يعني على صدق ماكو هالكلام وعقب راحة وقالوا ان انا يعني ترى صدق يعني اي بنت لا كم لي سوى حادث متى سوى هذا؟ أنت حطيته هو نفسه؟ أي أوكي أي إنسان؟ أي طبعاً أي راح تحطت هذا فتوثقت السالفة زيادة. لا أنا حطت عنه إنه هو سوى حادث؟ لا مو سوى حادث يوم تعب يعني كذا. يوم تعب أفضل يعني ترى أي فنان أو زميل أو زميلة يعني. بس الناس هذا واجب ركبت. علي يعني واجب علي إني أزور أي مريض يعني. معاي بالعمل او شيء وشيء ثاني احنا نزوره بوست نزوره بوست اي يعني اي اوكي وبعدين ثاني شيء يعني انه ترى تعرفين البنت مو حلوه انه يعني هذه مثل هذه الاشاعات تطلع عليها وانا مو شيء محبب حقي اني انا اطلع اليوم فلان طلعت علي اشاعه انه هو زوجي وباكر فلان ثاني لا انا مو كذي وما انا ما احب مثل هالاشاعات تنتشر علي ويوم ضحكت اخر مره الناس خذوها ان انا لان انحرجت صدق انحرجت يعني موضوع محرج ترى يعني صدق يعني بنت انا في النهايه لو شنو يعني اوكي انا صدق امثل واطلع بالتلفزيون بس مو كل شيء عادي عندي لا اكيد مو كل شيء عادي انا بنت خليجيه ادري والنعم فيك احنا بس ننقل التساؤلات اللي موجوده عند المطرح انا ردي على اللي يقولونه انا ادري ان انتم فاهمين يعني زين